تمكنت فرقة حماية البيئة للدرك الوطني بالجزائر من وضع حد لنشاط شركة يقوم أصحابها بتغيير تاريخ صلاحية في مواد الغذائية الموجهة للاستهلاك البشري والغش في صناعة المنتوج الغذائي باستعمال مواد منتهية الصلاحية ومواد مجهولة النوع والمصدر. العملية جاءت بناء على معلومات واردة للفرقة مفادها وجود شركة مختصة في صناعة المواد الغذائية تقوم بتسويق منتوجاتها المغشوشة في تاريخ الصلاحية واستعمال مواد أولية منتهية الصلاحية. استغلالا للمعلومة تم التنقل نحو مقر الشركة برفقة مصالح مديرية التجارة ومكتب الصحة للبلدية، وبعد المراقبة تبين أن الشركة لا تحوز على رخصة الاستغلال، كما أن ورشات الإنتاج والمخازن في حالة كارثية من حيث انعدام النظافة الصحية، وهذا ما يشكل خطرا على صحة المستهلك. كما أسفرت العملية على حجز كمية معتبرة من المواد الغذائية والتي تمثلت في 3768 علبة من السكاكر المصنوعة من الجيلاتين أجنبية الصنع مغشوشة في تاريخ صلاحية، 271296 علبة من حلوى بالشوكولاتة لمخالفة إلزامية إعلام المستهلك، 1068 علبة من مادة اللبان مغشوشة، 3600 كيلوغرام مادة شوكولاتة معبأة في براميل غير صالحة للاستهلاك لانعدام شروط الحفظ والتخزين، 22 كيلو غرام من مادة أولية منتهية الصلاحية، و325 كيلو غرام من مادة مجهولة استعملت في صناعة مختلف منتجاتهم الغذائية بقيمة مالية للمحجوزات مقدرة بمليار و600 سنتيم. تم تحرير ملف قضائي ضد المتورطين وسيتم تقديمهم إلى الجهات القضائية المختصة عن التهم التالية: جنحة تعريض حياة الغير للخطر، جنحة خداع المستهلك في تاريخ ومدة صلاحية المنتوج، جنحة عرض للبيع منتوج صالح لتغذية الإنسان يعلم أنه مغشوش، جنحة استغلال منشأة مصنفة دون الحصول على ترخيص، عدم احترام قواعد النظافة الصحية.